يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن مسألة مهمة جدا جدا جدا. اتكلمنا عن حاجة بتكاد تلتهم البيوت، هي فكرة اختزال الزواج، ان واحدة تختزل الزواج في ان هي محتاجة اب، واحد يختزل الزواج ان هو محتاج ام. وبنسمع الكلام ده والناس كمان بتحمس الناس على ان هي لما تنزل سوق الزواج تشتري زوج اب او تشتري زوجة ام. ده مش حقيقي. الزواج ده نعمة ونعيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. حاولوا تخلوا قلوبكم أصفى من كده، وروحوا أقبلوا على الزواج وتفاعلوا وتعلموا وانضجوا، ولما يحصل الكلام ده الزواج هيبقى شيء تاني. لكن الإصرار على أن كل واحد فينا يبقى زي ما هو ويفتح بمفاتيح نعيم نعمة ربنا في الجواز، ده مش هيكون حقيقي. لازم نشتغل وننضج وإحنا مع بعض. أنا مقدر ظروفنا أن إحنا مر علينا زمن طويل كنا محتاجين وعي، هنمشي مع بعض، وعشان كده بتبقى حلقاتنا مع بعض عشان نتكلم على بيوتنا. عسى الله سبحانه وتعالى يرى فينا الصدق ويرى فينا حسن العمل، فيهبنا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يا رب وفقنا واجعلنا يا رب من أهل مددك ومن أهل سندك ومن أهل رعايتك يا ربنا لبيوتنا، واجعل بيوتنا نفتحها بمفاتيح الجد ومفاتيح النضوج ومفاتيح الإقبال عليك، عشان تفتح علينا نعيم وجعل بينكم مودة ورحمة يا رب العالمين. أكرمنا بالمودة والرحمة على الدوام وفي كل وقت وحين.